عافية يا جار. الله يعافيك يا رب. كيف صحتك؟ والله بخير الحمد لله. خير، شو بتسوي يا جار قاعد بلشان؟ والله يا اخوي ما احنا محجورين من الزهق الواحد والقرف، قاعد بساعد في النمل. هاي النمل شايفه قاعد بطول بخبز بوديه على بيته، وانا قاعد بطول باخذ الاكل من فم النمله. هي زي ما انت شايف خبز صغير هيك، باخذ الخبز هذا بوديه على الدار. على دار مين؟ على دار النملات. انا بقول وبناشد رئيس الوزراء عمر الرزاز وبقول له سيدي الله خلي لنا اياك يا دولتك، لحق علينا بعد كورونا على مستشفى المجانين. احنا انجنينا خلاص، هون هسترف معنا خلاص، ما في مخ نهائيا. انجنينا. يعطيك العافية يا جار. الله يعافيك.